الشيخ ربيع بن هادي عبد المدخلي يقول عن حكام المسلمين في أشرطة، وسمعت أبوذني يقول إما رافضي إما علماني إما كذا، لا عقيدة ولا شريعة. ما فيش واحد من حكام المسلمين عند عقيدة ولا شريعة إلا هذه البلاد. أليس هذا تكفيرا لأئمة المسلمين؟ هذه الكلمة لو قالها أحد من علماء الأمة كالشيخ القرضاوي مثلا رحمة الله عليه، أو من أئمتنا أئمة الأمة يعني بصفة عامة، لرأيتها مكتوبة حتى في الحمامات، حاشا اللغة العربية منها. وما تمشي قال القرضاوي، قال الشيخ صادق، قال ابن هو، وكفر علماء الأمة، لا عقيدة ولا شريعة. لكن لأنها قالها شيخهم لا تكاد تراها أو أن تسمعها.